Oh, dear.
أما كل واحد في رتبته فالمسيح الباقورة ثم الذين للمسيح يقومون في حضوره. ثم الاقتضاء إذا دفع الملكوت إلى الله الآب، ومتى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل اقتدار، لأنه يجب أن يملك حتى يضع كافة أعدائه تحت قدميه، والعدو الأخير الذي هو الموت سيبطل، لأنه قد أخضع الكل تحت قدميه. فمتى قال إن الكل قد خضعوا له، فمن البين أنه غير الذي أخضع له الكل. فمتى خضع له الكل، حينئذ الابن نفسه يخضع لمن أخضع له الكل، ليكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يصطبغون من أجل الأموات؟ إن كان الموت لا يقومون البتة، فلم يصطبغون عنهم أيضا. ولم نقاسي نحن الاضطهاد من كل أحد. إني كل يوم أموت وحق فخركم الذي لي في المسيح يسوع ربنا. وإن كنت حاربت الوحش كما يختص بإنسان بأفسس، فما منفعتي إن كان الموت لا يقومون؟ فلنأكل ونشرب، فإننا غدا سنموت. لا تضلوا، فإن القلوب الصالحة تفسدها الأحاديث الردية. أفيقوا بإفاقة واجبة ولا تخطئوا، فإن فيكم قوما لا معرفة لهم بالله. ولتخجيلكم أقول ذلك، ولكن سيقول أحد: كيف تقوم الموتى وبأي جسم يقومون؟ يا جاهل، أنت الذي تزرعه إن لم يمت لا يحيا، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة إما من حنطة أو حبة من باقي البذور، والله يعطيها جسما كما يشاء، ولكل واحد من البذور يعطي جسما في ذاته. كل جسد ليس هو الجسد بنفسه، بل جسد الناس نوع، وجسد البهائم نوع آخر، وجسد السمك نوع آخر، وجسد الطيور نوع آخر، وأجسام سمائية وأجسام أرضية. لكن مجد السماويين شيء، ومجد الأرضيين آخر، ومجد الشمس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر. لأن نجما يفضل عن نجم في مجده، وكذلك قيامة الموتى تزرع في البلا فتقوم بعدم البلا، تزرع في الهوان فتقوم في مجد في المجد، تزرع في الضعف فتقوم بالقوة، تزرع حسبما جسما حيوانيا فتقوم جسما روحانيا. فإن كان ثم جسم حيواني، فأنتم أيضا فثم أيضا جسم روحاني. وكذلك كتب أن آدم للإنسان الأول صار ذا نفس حية، وآدم الأخير صار ذا نفس محية. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعده الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. فمثل الترابي كذلك الترابيون، ومثل السماوي كذلك السماويون. وكما لبسنا صورة الترابي فنلبس أيضا صورة السماوي. وهذا أنا أقوله يا إخوتي، إن اللحم والدم
لا يستطيعان أن يرثا ملكوت الله، ولا البالي يرث عدم البلي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين. Être purifié des souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. N'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde passe, lui et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Thank you.
مساجينا فلتكن معي ومعكم يا أبائي وإخوتي أمين. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا لكلامي هذا، إن يسوع الناصري الرجل الذي قد ظهر عندكم من قبل الله بالقوات والعجائب والآيات التي صنعها الله على يديه في وسطكم كما أنتم تعلمون، هذا أخذتموهم بحسب مشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وأسلمتموه إلى أيدي الأثمة وصلبتموه وقتلتموه. هذا الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الجحيم، إذ لم يكن ممكنا أن يمسكه الموت، لأن داود يقول فيه: سبق أن رأيت الرب أمامي في كل مكان، فإنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولا تجعل قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة وستملأني فرحا من وجهك. أيها الرجال إخوتنا، إنه يسوغ أن نكلمكم جهرا عن داود رئيس الآباء. إنه قد مات ودفن وقبره عندنا إلى اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله أقسم له بيمين أن واحدا من ثمرة صلبه يجلس على كرسيه، إذ سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح بأنه لم يترك في الهاوية ولم يرى جسده فسادا. هذا هو يسوع الذي أقامه الله، ونحن جميعا شهود له بذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ من الآب موعد الروح القدس، سكب هذا الذي أنتم الآن تنظرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطعا لقدميك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت
في بيعة الله المقدسة. آمين.